حرير سوريا، سوريا حرير، حرير سوريا، سوريا حرير، حرير سوريا. يا عم خليلي قماش، هات حمرتك العرج دي وحصلني على جوه. يا رب يا ساتر. تعالى يا عم خليل. العوافي يا فاطمه. اموري اموري يا ست الستات. يا ما شاء الله يا ما شاء الله، افرد كده وريني اللي معاك. افرد ايه واوريك ايه؟ هو انت مش رحت اشتريتي القماش من مصر ومن المنصوره؟ ايه يكشي قماش البندر احسن من القماش اللي عندي، ولا يمكن بيتفصل لوحده؟ يا راجل بلاش كتر كلام، يهجتك ايه؟ ما تفرد اللي عندك وتوريني، ما انا هشتري منك. انا اللي عندي مش موجود لا في المنصوره ولا في مصر كلها، ده حرير سوريا. سوريا يا حرير. امسكي امسكي القماش كده بايدك، ادعكيها وعسيها كويس. ها ايه رايك؟ يا ما شاء الله يا ما شاء الله. ها زي الفل. طلباتي. طب بقول لك ايه يا عم خليل، انا عايزك تقطع لي من كل لون جلابيه، ولا اقول لك خليهم جلابيتين، وكمان عايزك تقطع لي من التل الغالي ده طرح بالالوان كلها علشان افصلها على مزاجي وعلى ذوقي. طبعا، ما هو الغالي للغالي يا ست الكل، بس دي شغلانه كبيره وحسابها كبير. ايه هي في حاجه تغلى عليا؟ وبعدين ما الشيخ مبروك هيحاسبك على كل حاجه وهيديك اكراميتك كمان، ولو ما رضيش يديك واستنتن معاك بس ابقى قول له انا هقول للست فاطمه وتشوف هو هيعمل ايه. حاضر، انا هوضب لك الشغلانه على مزاجك واجيبها لك على رموش عيني. امال احنا هنفرح امتى كده ان شاء الله؟ قريب قريب ان شاء الله، ربنا يتمم بخير. بس انا كان ليا طلب صغير كده عند حضرة العمدة يعني، و بس كده. اعتبر طلبك مجاب من قبل ما حتى تطلبه، بس اصبر علينا شوية عشان احنا اليومين دول مشغولين لشوشتني. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيدك من نعيمه يا ست فاطمة. أنا هروح دلوقتي وهجيلك بسرعة إن شاء الله. بقولك إيه يا عم خليل، أنا عايزك لما تروح للشيخ مبروك تحاسبه تضرب الطاق في اتنين، ولا أقولك خليه في تلاتة واكبش وعبي زي ما انت عايز، ما هو مش هيدفع من جيبه، كله من مال العمدة اللي لا ليه اول ولا ليه اخر. الله يجازي شطالك يا فاطمة. سلام عليكم. خطوة عزيزي. عز مقدارك. حياة. اهلا يا منار. عامله ايه يا اختي؟ ليكي وحشه والله. عامله ايه؟ قلبي وجعني، قلبي وجعني قوي يا فاطمة. ألف سلامة على قلبك يا أختي، ألف سلامة عليك. هل أنت صحيحة تتجوزي اللي قتل محروس يا فاطمة؟ يكشك كوني فاكرة أنني اتجننت زي بقية ناس البلد يا فاطمة. ده أنت غلبانة وأني بحبك. أني ما اتجننتش والله. يا أختي عارفة، ربنا يكملك بعقلك يا رب. وأني بردك أقول كده عليكي يا مناري. يبقى ردي علي، أنت صحيحة تتجوزي اللي قتل محروس؟ هتسيبي جوزك عشانه؟ هسيب إيه؟
هو يعني كان بإيدي، بس هقول إيه؟ حكم القوي يا أختي. طب ليه كده؟ ده أنتي بنت حلال. خايفة علي؟ لا الصراحة لا، أنا من بعد ما حروس ما عدتش أخاف على حد، بس أنتي غلبانة زي يا فاطمة، والعمدة الكافر ابن الكلب دي هياخدك. عارفة عارفة إنه كافر وابن 60 كلب كمان، بس عتمان ده لو حنش وديني وما أعبد اللي خليه يسم نفسه بنفسه بحق كل دمعة عين وقهرة قلب، اللي خليه يصرخ ويقول جاية مسلمين وما يلاقيش حد يغيط ولا ينجده. يعني هتاخدي لي حق محروس منه يا فاطمة؟ حق محروس وحق ناس تانية كتير يا مناري، حق محروس وحق ناس كتيرة. يبقى روح اتجوزيه، اتجوزيه يا فاطمة. يا عمدة أنا يالك يا زيدي، النهاردة آخر يوم في العدة. يبقى دخلتي عليها الليلة. أيوة أمال، اجري بقى هم كده بالعجل تجيب المأذون وتيجي على دار فاطمة، ولا أقول لك هاتوا على هنا وإحنا نبعت نجيب فاطمة. للدرجة دي يا عمدة؟ ما أنتش قادر تستنى، خلاص الحب شنكلك وجابك على بوزك. ما تقوم يا مبروك وبطل رغي ولدت وعجنة، جرايه في إيه؟ حاضر يا عمدة، الله وأنا أقدر أقول لك أيوة حاجة، بس على الله بقى ما تنسانيش وتفتكرني لما ولي العهد يجي كده ويقعد يوقف في إيدي. وأنت هتقعد ترغي كده وتزن ولا هتقوم بقى ولا إيه؟ خلاص يا عمدة هقوم، إهدي، ما أنتش قادر تستنى خالص. والله هتركب وتدلدل رجلك يا فاطمه يا بنت الاجري. صدق وتامن بالله لا اله الا الله، انا ما تعيبش لو كتبت فيك محضر ورميتك في الحجز الميري بمناسبه الكلمتين الخايبين اللي انت قلتهم دول. قلت ايه بقى؟